ارتحيتي شوية عبد القادر؟ الحمد لله، راه السفر طويل شوية وخاص الواحد يستعد ليه مزيان. الحج رحلة تعبدية تحتاج إلى جهد بدني كبير، خاص الحجاج يدربوا، قصد التحمل، وأسهل وأفضل رياضة هي المشي. شنو هادشي اللي في يدك؟ شي ماكلة ناكلوها ملي نوصلوا إن شاء الله. راه ممنوع نديو معانا الماكلة في بوالز، وهي ضربت تماري على والو. ومنوع نديو معانا الآلات الحادة بحال الموس والمقص والبوطة صغيرة والريشو ديال الضو، راه حتى هو ممنوع. قول لي البالز موجودين؟ راني وجدت الحوايج ديالك وديالي، حيت ما خصناش نتعداو جوج الباليزات للواحد، والوزن المسموح به لكل واحد فينا، وكتبت عليهم سميتنا وعنواننا والتليفون ديالنا باش الا تلفوا يلقاهم دغيا. وشنو هاد السيكان الصغار؟ هادو فيهم الباسبور والبي ديال الطياره ولا كارت ناسيونال وفوتوكوبي ديال هادشي كامل، ونزيدك حتى النسخه الاصليه العقد الزياد والدفتر الصحي حتى هما درتهم. وفكرني ندي معايا الدواء ديالي. كوني هانيه ما نسيتوش، وحتى الفلوس اللي مسموح بها ديرتهم في الصاك. الصاك الصغير ديالكم او الحقيبه اليدويه اللي تتوزع من طرف وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه او الوكالات السياحيه اللي راكم جايين معاها، ضروري تكون معاكم فيما مشيتوا، وهي اللي خاصكم تديروا فيها الوثائق، الفلوس، وحتى الدواء ديالكم. بالنسبه للاحرام، الحجاج اللي غاديين المدينه المنوره يمشيوا بحوايجهم عاديين، اما الحجاج اللي غاديين لمكه مباشره يديو الاحرام معاهم باش يلبسوه في الطياره، ومن الاحسن يلبسوه الرجال في ديورهم ويديروا عليه شي جلاب. والعيالات كيلبسوا حوايجهم في ديورهم بشكل عادي. ملي توصلوا المطار غادي تلقاو المرافقين من وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه وديال وكالات الاسفار. سجلوا الامتعه ديالكم، وخاصكم تصبروا شويه حيت الاجراءات في المطار كتاخذ شويه ديال الوقت، وما فيها باس نسبقوا النساء والناس الكبار، واللي قاري يعاون اللي ما قاريش. كل واحد عنده بلاصته في الطيارة، وما تطلعوش شي حاجة كبيرة اللي تعرقل السير وسط الطيارة. عبد القادر، شحال من ساعة باش نوصلوا إن شاء الله؟ رحلة غادي تدوم 6 سوايع في الذهاب و7 في الإياب إن شاء الله. وما تنساوش تعمروا البطاقة ديال الأمن. وحاجة أخرى مهمة، الله يجازيكم بالخير، ما توضوش الطيارة لأنها تتشكل خطر على سلامة الطائرة، واكتفيوا بالتيمم. الحجاج اللي غاديين مباشرة لمكة واللي مازال ما لبسوا الإحرام خاصهم يحرموا في الطيارة. طاقم الطائرة والمؤطرين اللي مرافقينكم غاديين يعلموكم نص ساعة قبل الموعد، وما تنساوش من ديك الساعة التلبية ملازماكم. ملي توصلوا المطار في السعودية غديروا الإجراءات الأمنية اللي فيها البصمات والتصوير، وما تنساوش الحقائب ديالكم، ولازم تصبروا شوية حيث الإجراءات غتاخد وقت طويل. أعضاء البعثة المغربية غادي تلقاهم كيتسناوكم بمكان تجمع الحجاج بالمطار، وضروري تبقاو مجموعين مع الرفقة ديالكم وتلتزموا بإرشادات البعثة المغربية للحج، حيث خروج الحجاج من المطار كيكون حسب العمالات والأقاليم. عبد القادر، واش ما عطيتيهمش الباسبور؟ هادي نسيتها. راه ضروري تسلموا الجوازات ديالكم للسلطات السعودية، وما غاديش تاخدوهم حتى تكونوا راجعين المغرب إن شاء الله. وباش تاخدوا فكرة على المسافات اللي غادي تقطعوه، في المسافة ما بين مطار جدة ومكة المكرمة 90 كيلومتر تقريبا، ويمكن تستغرق أكثر من 3 ساعات على حسب الازدحام في الطريق. والمسافة من مطار جدة للمدينة المنورة حوالي 420 كيلومتر، ويمكن تستغرق أكثر من 8 ساعات. الله، شحال كنت كنحلم بهذا النهار اللي نصلي فيه بالمسجد النبوي.
ألا لا، ما حدنا في المدينة المنورة، غنبقاو نصليو فيه كاع الصلوات ديالنا إن شاء الله. حيت فيها أجر كبير. غير خصنا نحترمو المسجد وما نديروش الزحام، ونتبعو تعليمات المسؤولين في الحرم. خاصنا نبينو ليهم أخلاق الحجاج المغاربة. ما تشربوش في الكيسان اللي فايت تشربوا فيها الناس، شربوا ديما في كيسان جداد، وقاية لكم من أي مرض لا قدر الله. فين غنمشيو دابا؟ إن شاء الله غادي نزورو قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. اختارينا هذا الوقت حيت ما كيكونش الزحام، وغادي يرافقونا خوتنا الحجاج. نوصيكم أخوتي الحجاج تحلوا بالأدب والأخلاق الحميدة عند زيارة قبر الرسول الكريم، وإياكم والبدع حال التمسح بالشبيك ولا التقبيل ديالو. أثناء تواجدكم في المدينة المنورة يمكن لكم تزوروا المزارات بحال البقيع، جبل أحد، مسجد القبلتين ومسجد قباء، والبعثة غير مسؤولة عن تنظيم هاد المزارات. وقاش غادي للمكة؟ بالنسبة للحجاج اللي مأطراهم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، راه غادي يعلقوا لنا اللوائح باش نعرفوا تاريخ ووقت المغادرة ورقم الحافلة ديالنا، أما الباجاج راه غادي يسبقنا. شنو هاد البلاصة اللي وقفنا فيها؟ هذا راه مسجد أبيار عالي، هنا غادي نحرموا ونصليوا جوج ركعات قبل ما نمشيو لمكة، ومن الأحسن تصلوا ونلبسوا الإحرام في الفندق. تبارك الله الحاج شحال ديال الكيران. عندك تلف على الكار ديالنا، عقلي على الرقم ديالو وعرف بلاصتو مزيان، بقاي مجموعة مع الرفقة، وعندك تنساي الباج في الحمام. ملي تشدو الطريق لمكة ما تنزلوش من الحافلة حتى تعلمو الشيفور باش يرد لكم الباب. والمسافة بين المدينة المنورة ومكة المكرمة حوالي 450 كيلومتر، ويمكن تستغرق هاد الرحلة أكثر من 9 ساعات. دابا تلبية واجبة عليكم. لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. من الأحسن عدم النزول من الحافلة لأنه إجراء مؤقت، غادي يركبوا لكم السوار في يديكم ويوزعوا عليكم الباج ديال المطوف اللي تيحمل رقم المكتب اللي تتنتميوا ليه، وباش ياخذوا من عندكم البيي ديال الطيارة، وهاد الإجراءات راه إلزامية. ودابا فين غادي نمشيو الحاج؟ دابا الحافلة غتمشي بينا للوطيل فين غادي نسكنوا. وصلنا للوطيل، واش جبتي معاك الصاك ديالك؟ ها هو اجي. والبوالز ديالنا؟ البوالز راه كاينين اللي مكلفين بيهم، نتوكلوا على الله وندخلوا للوطيل. ما عرفت كي داير هاد الوطيل. وصح خاطرك الحاج، كل شي غيدوز مزيان ان شاء الله. بالنسبه للحجاج اللي مأطراهم وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه، البعثة غادا تعلمكم باش تكونوا مجموعات من 6 أو 5 أو 4 الأشخاص على حسب الغرف المتوفرة في الفنادق، وراه السكن متوفر للجميع. وديروا بحساب أنه يقدر يكون حمام مشترك لكل غرفتين، وضروري الفصل بين النساء والرجال. وما فيها بس، نحترموا الأسبقية والنظام في المصعد. الحجة خصنا نحطوا الفلوس والأشياء الثمينة في صندوق الأمانات ديال لوطي. حسن نيت، مش ما تضيعش لينا، راه الثقة مضمونة. وخصكم تعرفوا باللي الطياب ممنوع في الغرف، وردوا البال مع الريشو ديال الضو، راه تيتسبب في الحريق. هاد الماء راه مخصص غير للشرب، وراه مشترك بينكم كاملين. استغلوا وقتكم ما امكن في طاعة الله في هاد الايام المباركة. ملي تخرجوا من اللوطيل ما تنسوش تاخذوا معاكم بطاقة اللوطيل اللي فيها العنوان والتليفون ديال اللوطيل، وكذلك بطاقة المطوف اللي تابعي ليه، وديروها مع الباج ديالكم اللي فيه المعلومات ديالكم. أما السوار يبقى ديما في يديكم باش إلا تلفتوا لو وقعت لكم شي حاجة لا قدر الله يتعرفوا عليكم. وما تنساوش إلا حسيتوا بشي تعاب أو عارض صحي لا قدر الله، سولوا المرشدين اللي مرافقينكم
باش رشدوكم لمراكز الصحية اللي موفرها البعثة المغربية ببعض الفنادق بمكة المكرمة والمدينة المنورة، موزع على المناطق اللي ساكنين فيها الحجاج المغاربة، وحتى في مطار جدة راه متواجدين أعضاء البعثة الطبية المغربية. وكيف ما البعثة مهتمة بالجانب الصحي ديالكم، راه مهتمة كذلك حتى بالجانب الروحي، بحيث تتسطر برنامج ديال الدروس الدينية خاصة بمناسك الحج والعمرة، تلقيها علماء أعضاء البعثة العلمية بالقاعات ديال الفنادق اللي راكم مقيمين فيها، وتتعلن على ذلك وفق برنامج تتعلق به الاستقبال بالفنادق. إيوا، لاش هاد الكمامة؟ وسعي خطرك الحاجة، سبب السحام كتنتقل الميكروبات بسرعة، داكشي علاش ضروري نديروا الكمامات للوقاية. ومن اللي تستعملوا المناديل الورقية وارميوها في سلة المهملات هي وكافة المخلفات ديالكم. كليتوا شوية، سيروا أدوا مناسك العمرة وحرصوا تكونوا مجموعين ومواسين. بالنسبة للحجاج اللي مأطراهم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، راه البعثة تتنظم العمرة بشكل جماعي مع المؤطرين، باش اللي ما عرف شي حاجة يوريها ليه الآخر. وردوا بالكم من ضربة الشمس، راه تقدر تشكل خطورة على صحتكم. طواف 7 أشواط، والشوط تيبدأ من الحجر الأسود وتيسالي عند الحجر الأسود. في كل شوط تنبداو بالتكبير 3 مرات، ومن بعد تندعيو باش ما بغينا. ملي تنوصلوا الركن اليماني تنقولوا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. ملي تنكملوا 7 الأشواط ديال الطواف تنصليوا ركعتين خلف مقام إبراهيم إلى تيسر لنا الأمر، ولا نصليهم في أي مكان في الحرام. الركعة الأولى بالفاتحة وسورة الكافرون، والركعة الثانية بالفاتحة وسورة الإخلاص. مكرهتش نقيس الحجر الأسود. الحجة تقبيل ولمس الحجر الأسود مبني على التيسير، يعني اللي يقدر يوصل ليه ولا الإشارة ليه من بعيد راه كافية. من بعد الصلاة نشربوا ماء زمزم اللي متوفر في الحرام، ونتوجهوا للصفا باش نبداو السعي. السعي حتى هو 7 الأشواط، الشوط الأول تمده من الصفا، والرجوع من المروة إلى الصفا حتى هو شوط. تنصعدوا للصفا ونوقفوا متوجهين للقبلة، وتنقولوا إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هاد الآية تنقولوها كذلك من اللي تنقربوا المروة، ومن اللي تنعودوا رجعوا للصفا، ومن بعد ما تنكبروا تنمشيوا للمروة وحنا تندعيوا باش بغينا. من اللي تنوصلوا بين المصباحين الأخضرين اللي معلقين في المسعى، الرجال تهرولوا والنساء تيمشيو عاديين. ملي تنتجاوزوا العلامات الخضراء تنكملوا المشي حتى تنوصلوا للمروه، تنتوجهوا للقبلة وتنكبروا، وهكذا تنكونوا كملنا شوط وتنبداو الشوط الاخر من المروه وتيسالي في الصفا، وهكذا حتى تنكملوا 7 الأشواط. ملي تنكملوا السعي الرجال تيحلقوا شعرهم او يقصروا، والنساء تيقطعوا شويه من شعرهم، وهكذا تنكونوا كملنا العمرة وتحللنا. ما تجلسوش في الساحات والشوارع، سواء في مكة أو المدينة أو في ميناء أو في عرفات وحتى في مزدلفة، باش ما تعرقلوش حركة السير. مساء 7 ذي الحجة خاصكم تغتسلوا وتلبسوا الإحرام ديالكم وتستعدوا للحج، وبقوا في غرفكم حتى يعلموكم بموعد الذهاب. بالنسبة للحجاج اللي مأطراهم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، راه الحافلة كتدير فوج الأول وكترجع تدير فوج الثاني، والمسافة بين مكة المكرمة وميناء حوالي 8 كيلومتر، ويمكن في حالة الازدحام وحسب خطة المرور تستغرق هاد الرحلة حتى 4 ساعات. إمتى خاصنا نكونوا في ميناء الحاج؟
صعيد الميناء كيبدا من الليله 8 ديال الحجه وكيستمر لبعد صلاه الصبح. ياك ما نسيتي الدواء ديالك؟ ما نسيتوش الحجه، راه ما خصناش نتقلو، خصنا غير سويك صغير فيه تبديله ولا جوج والدواء. وعندك تنساي الباج والسيور، ما تحيديهش من يدك، ديري بالك دابا راه بدات مناسك الحج، والحج المبرور جزاؤه الجنه. يا والله تقبل منا ومن جميع المسلمين. امين. بسبب الزحام والمكان المحدود خاصكم تحلوا الصبر وسعة الصدر، ركزوا على أداء المناسك على أكمل وجه مساعدة ديال الإخوان ديالكم. حاجة مهمة قبل الصعود للميناء، ما تنساوش تشريوا القاسمة ديال الهدي من المراكز المعتمدة من طرف السلطات السعودية فقط. خاصكم توسعوا خاطركم في ميناء، الخيام ضيقة والمرافق الصحية معدودة. بالنسبة للحجاج اللي مأطراهم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المخيم راه مقسم حسب العمالات والأقانيم، النساء بوحدهم والرجال بوحدهم. ما تستعملوش ماد الشرب في الوضوء وما توضوش في الممرات، وحافظوا على الصلاوات جماعة. والصلاة الرباعية تتأدى بالتقصير طيلة مدة الموقوت بالمشاعر المقدسة اللي هي ميناء، عرفات ومزدلفة. تبتوا راسكم في هذا المقام ذكر الله وفعل الخير، إفشاء السلام وإطعام الطعام، وهيئوا راسكم للوقوف بعرفة اليوم المشهود عند الله عز وجل. والمسافة من ميناء لعرفات حوالي 12 كيلومتر، يمكن تستغرق ما بين ساعة وأربعة ساعات حسب الازدحام. الحاج ياك ما تعطلنا؟ لا كوني هانية، صعيد العرفة يبدأ قبل صلاة الصبح وكيستمر ما بعد صلاة الظهر. احيانا بسبب الازدحام بعض الحافلات ما كيقدروش يوصلوا بسبب كثرة الوفود، وخطة السير اللي كتعتمد السلطات السعودية كتفرض عليكم تمشوا على رجليكم لبعض الوقت، وما فيها باس صبروا شوية وتعطيوا الاسبقية للنساء والعجزة صعود الحافلات، حيت الدين هو المعاملة. الله ما عندي ما يتسالك الحج، لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. اللهم إني عرفة هو أعظم ركن في الحج، شغلوا نفوسكم بالدعاء. راه ماشي ضروري نوصلوا لجبل الرحمة أو مسجد نميرة، ردوا بالكم راه الجو حار، بقوا في خيامكم وما تكلفوش راسكم هاد العناء، راه عرفات كلها موقف. قضيوا اليوم كله في ذكر الله، راه لحظات ربانية. الذهاب المزدلفة كيبدأ من 9 الليل وكيستمر لبعد منتصف الليل بسبب الزحام، وأحيانا السلطات السعودية كتمنع الحافلات من الوصول للمخيم. لهذا ديروا في بالكم باللي تقدروا تمشيوا المزدلفة على رجليكم لمن استطاع، وهو أفضل. بين عرفة ومزدلفة المسافة 9 الكيلومتر، الحافلات كدير عادة ما بين ساعة وساعتين باش توصل لمزدلفة، وتقدر توصل حتى 6 سوايع حسب خطة السير، لأن الزحام كبير كبير بزاف. أعطوا الأسبقية في ركوب الحافلات للنساء والعجزة، الله يجازيكم بالخير. ملي توصلوا المزدلفة صليوا فيها المغرب والعشاء جمعة أخير، وجمعوا الجمارات، ومن بعد كملوا طريقكم الميناء. المسافة اللي بقت على ميناء حوالي 5 كيلومتر، كتقطعها الحافلات في أكثر من 2 ساعة حسب الازدحام، ويمكن الحافلة ما تستطعش توصلكم حتى الخيام ديالكم. الله عز وجل جعل من أيام ميناء أيام ذكر وعبادة، لذا خاصكم تباتوا فيها. نهار 10 ذو الحجة اللي هو نهار العيد، تنرميو جمرة العقبة وتنحلقوا ولا نقصروا، وهكذا تنكونوا تحللنا التحلل الأصغر، بالتالي يمكن لنا نحيدوا الإحرام ولبسوا حوايجنا، لأن الهدي تنكونوا شرينا القاسمة ديالو من قبل. وصية للرجال ملي كيكونوا كيحلقوا باش يتحللوا، ما تستعملوش أدوات حلاقة استعملها شي حد قبل منكم، استعملوا ديما الأدوات الجديدة، وقاية من كل الأمراض لا قدر الله. ملي تمشيو ترميو الجمرات ما تمشيوش متقلين باش ترجموا على خاطركم، وردوا البال نهار العيد ترميو 7 الحصيات في جمرة العقبة بوحدها، واليومين أو 3 أيام اللي من بعد غادي ترميو في 3 ديال الجمرات، وما تنساوش راه كل جمرة ترميو فيها 7 الحصيات.
والتزموا بالتفويج اللي تديروا السلطات السعوديه واللي تتبلغوا لكم البعثه المغربيه بالنسبه للحجاج اللي مأطراهم وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه باش يخففوا من الزحام اللي كتعرفوا الجمارات والشوارع اللي كتوصل ليها حفاظا على سلامتكم وسلامه الاخرين. ملي تبغيو ترجعوا من ميناء المكة كيكون الزحام وبعض المرات كتمنع السلطات السعوديه دخول الحافلات المخيم وخاصكم تبقاو في المخيمات ديالكم وما تخرجوش للشوارع حتى يخبروكم بوصول الحافلات باش ما تتعبوش وما تعرقلوش السير. شنو كنتسناو دابا؟ كنتسناو الحافله باش نمشيو لمكة حيت حنا ما زربانينش. اللي بغى يوصل لمكة بكري من الاحسن يمشي على رجليه. وشنو غنديرو ملي نوصلو لمكة ان شاء الله؟ من بعد ما نوصلو لمكة غنديرو طواف الإفاضة حيت حنا باقي ما طفناش من قبل باش نتحلو التحلل الأكبر، والأيام اللي باقا لينا في مكة غنقضيوها في الصلاة في المسجد والذكر والدعاء. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ملي خبروكم بموعد مغادرة مكة ديروا طواف الوداع سواء كنتو راجعين لبلادكم أو غادي للمدينة المنورة. شنو مكتوب تما الحاج؟ هذه لائحة بأسماء الحجاج والتوقيت ديال السفر ديالهم، كيعلقوها قبل الوقت باش كل واحد يعرف امتى غيمشي ورقم الحافلة اللي خصو يركب فيها. كيتم نقل أمتعة الحجاج اللي غادي للمدينة والجدة بواسطة الشاحنات. الحافلات اللي كتمشي من مكة للمدينة كدير 10 ساعات ومن مكة للجدة 4 ساعات ومن المدينة للجدة 10 ساعات. وما تنساوش خاصكم تحترموا الوزن المسموح به في الأمتعة ديالكم وما تفوتوش جوج باليزات ما تديروش فيهم السوائل بحال الماء ولا الزيت. لكل كيلو زايد عن الوزن المسموح به غتخلصوا قدر من المال وما تديروش زحام والتزموا بتعليمات البعثة والسلطات السعودية. ماء زمزم اللي مسموح به هو بيدو ديال 5 لتر معبأة في غلاف بلاستيكي وكرتوني حسب ما هو معتمد من طرف السلطات السعودية.